رح صحح غلطتي ستي، رح رجع زهرة على القصر وما رح اسمح لها تطلع منه مرة تانية. بدك أوثق فيك مرة تانية؟ مو من قبل قلت بعض متلسانك للمعلمة إنه زهرة بنتها؟ مو جبتها بإيدك لهون لعنا؟ سلمت زهرة بإيديك التنتين وأخذتها من القصر، هلأ شو تغير لحتى عم بتقول رح ترجع زهرة؟ حتى لو متأخر فهمت غلطتي. أنا اتصلت برفيقي باسطنبول وحكيت له كل الموضوع من البداية، قال إذا الطرفين متفقين على الطلاق فوراً وبأول جلسة بيتطلقوا. سمعتي شو قال؟ مجلسة واحدة رح تتطلقي ورح ترجعي تروحي على المدرسة كمان، كل شي رح يكون مثل ما بدك أنتي. الله يخليكي لا تضلي هيك. أنت وابن عمك بهدلتوا عائلتنا، ما بقى أثق بكلمتكن ولا حتى أرجع صدق وعودكن بنوب. ستي ستي خلصنا بقى، من اليوم اللي بيرجع عن كلمته واللي بيجيب العار لعائلة كيرمان بيكون قليل شرف. راح جيب لك زهرة على هذا العصر ودين برقب تجيبها وزتها تحت رجليكي. ها أخيراً اتصلتي؟ ألو. غلطت كتير يا غانم آغا، تركت المصاري مثل ما طلبتي، شو بدك أكتر من هيك؟ بس تركت رجالك على راس المصاري كمان، رح تدفع تمن لعبتك هي، رح احكي كل شي لأمك والعالم والدنيا كلها رح يعرفوا إنك قاتل أخوك جمال. لا تعمليها دخيل عيونك، لا تعمليها. الله يسلم تمك، حكيت كلام كتير حلو. إذا عم تفكر بستك لورين لا تحمل همها، لما تجيب لها زهرة رح ترضى عليك. رح أعمل كل اللازم كرمال راضي ستي لورين وصير أنا الأغا أمي. هلأ ما عاد في شي وقفني أبداً. لك ما طلعت قد نصه لهذا المجنون عدنان يا عزت، بهدلت حالك وبهدلتني معك يا ابني. بس دير بالك تروح هديك الحية وتلعب بعقلك كمان. أنت لا تشيلي هم أمي، بعد هلا ما في مخلوق بيقدر يرجعني عن اللي براسي. رح جيب زهرة منها لو شو ما كلف الموضوع، وما رح تخطي خطوة برات هذا القصر. وبعدين كمان انت رح تصير آغا العشيرة، وعزت ما رح يقدر يفوت خطوة لجوا لأنه علي كمان طائق عقله. انسي امي، يلا بخاطرك دعيلي. الله يفتح بوشك عدنان آغا. لا تنبسطي على الفاضي أبداً بهي، عدنان ما رح يصير آغا بحياته، معنا من عائلة كرمان. اسكتي زمرة كرمال، الله اسكتي لا يقوم يسمعك حدا. يسمعوا الحق علي، ما حكيت لحد هلأ. لك عدنان مانه ابنك، لك هو مانه ابن غانم. عدنان ما رح يصير آغا، هو مو من عائلة كرمان. بوجود ولادي أنا ما رح اسمح لعدنان أنه يصير آغا أبداً، عم تفهمي علي؟ أنا هون وما متت. مين الآغا ومين رح يصير باشا؟ أنا اللي بقرر، هاي مو شغلتكن. ما بتعرفي شي أبداً، لو بتعرفي ما كنتي بتسمحي لعدنان إنه يصير الآغا. ما فهمت شو اللي ما بعرفه؟ ليش عدنان مستحيل يصير آغا؟ عدنان مستحيل يصير آغا. لا زهرة، مو قصداً عملتها، سامحيني دخيلك، سامحيني زهرة. لا تروحي، لا تروحي زهرة،
زهرة لا تروحي. زهرة! لأنه زهرة! زهرة! علي! ابني! زمرد شو كان بدها تقلي؟ ليش عدنان مستحيل يصير آغا؟ ولادة ما رح يكونوا أبدا، وعدنان ممكن يصير الآغا يعني. من هيك ما أنا متحملة هالفكرة. أنت مالك مخبي عني شي ما هيك بهية؟ لا مرت عمي، شو بدنا نخبي؟ زمرد هاي لا بتعرف شو عم تقول ولا شو عم تعمل. بكرهكم كلكم، الله يلعنكم، بكرهكم. علي ابني اهدى، كرمال الله اهدى يا ابني. علي انت وعائلتك لجنة من الحمرة ان شاء الله. ابني ابني لا تعمل هيك. لك اتركيني امي، اتركيني بحالي. انت اكبر واهم سبب وصلني لهي الحالة، انت السبب بحالتي هاي. لا تقول هيك يا عمري، لا تكسر لي قلبي انت كمان علي. لا تعمل هيك، لا تعمل. قلبك وقع تحت رجليك ما هيك غانم آغا؟ روح لقلك روح وشوف بعيونك شو رح يصير. زمرد لوين رايحة؟ انتي مالك علاقة فيني أبداً. تعي ليكي خلينا نقعد ونحكي شوي بالعجلة الندامة وبالتأني السلامة. أنا شفت ندامي بما فيه الكفاية أصلاً، هلأ صار دورك أنتي. إيه؟ رفيف هيمو؟ عزة توقف شوي، خليها هي ورفيف يودعوا بعضهم. اختي راح تروح. عمي عزت خلينا نمشي لو سمحت. اختي اختي حبيبتي. زهرة ليش هيك عم تعملي؟ رح تسافري من غير ما تودعي رفيف، هيك رح تزعل مني. ايه خلونا نمشي فورا لو سمحتوا، لو سمحتوا خلونا نمشي. طيب ماشي. اختي وين عمي؟ خير ان شاء الله، شو بدك بامك؟ بدي اسال عن صحتها. شو دخلك انت يا مرا؟ انت بس قولي وين عمي. ليك جوا عم ترتاح شوي. يوم في حدا زار او حكى معها؟ ليش عم تسال؟ انت مين ناطر؟ ناطر اجلنا، عزرائيل كان رح يزورنا اليوم. تركتني بهالدنيا لحالي ومشيت، ما حدا عم يسمعني شو عم اقول، حتى اولادي ما عاد سمعوا كلمتي. مو سائلين لا على أمهم ولا على أغوي، والاثنين كمان راكدين ورا قلوبهم عم يتدمروا قدام عيوني. بس أنا ما رح أبكي ونوح هيك، ما رح أترك الأغوية تروح لعدنان يلي ما حدا بيعرف ابن مين هو بيكون.
لأغوية من حق ابني. عزت، عزت ابني. المكان اللي قالت لي عليه المخلوقة حطيت المصاري فيه. ايه بس هالمخلوقة كشفتها للعبتنا وعم تقول انه رح تيجي وتحكي كل شي لأمي. الكلب اللي بيعوي ما بيعض، لا تقلق أبدا. إذا ناوية تحكي شي كانت إجت من زمان وحكت لأمك ولقت طاقة القدر. معقول هيك تتنازل؟ راح نحط الشناتي بالبيت وبعدين نروح لعند رفيقي المحامي فورا. بيكون أحسن. خلونا نخلص من قصة الطلاق مشان نسجل زهرة بالمدرسة، ولما نخلص شغل بناكل شي شغلة. ماشي. كان لازم تشوف شو حكى عدنان وكيف كان عم يحكي. قسما بالله جمدت بأرضي، كان عم يحكي مثل الأغوات تماما. إذا هديك البنت إجت وحكت لأمي اللي عملناه، أغويت عدنان كمان ما رح تخلصنا. أمي رح تطلع بروحنا أكيد. كل مين وقله سعره غاني، لا تهكى الهم. أغا، في ضيفة وصلت هلأ. شو بدها ومين بتكون؟ نحن مالنا متعودين نسأل ضيفنا إلا تجي. لا تأخذوني، يمكن أنا أزعجتكن. تفضلي بنتي، أهلا وسهلا. ممرضة عدنان من المستشفى. خير يا بنتي، كان اسمك ليلى ما هيك؟ بلى، عدنان بيك نسي هدول لما طلع من المشفى يا خانم. يسلموا إيديكي، عزبتي حالك. فوتي بنتي، الأكل جاهز. يسلموا. تعي تعي، تفضلي. هي بتكون أوضتك، لما نجيب الطاولة والمكتبة الصغيرة بتصير تمام. عجبتك ما؟ ليش ما عم يضحكوا الشكل هلا؟ ليكي تركنا كل شي ورانا وكل شي ناقصنا وحلمنا فيه ليكنا رح نعمله. اضحكي بقى، الله يخليكي. لازم نجهز حالنا ونطلع فورا لأنه المحامي قال ما عنده وقت كتير. طيب رح نجهز فورا. تمام. ناولني الخبز من عندك غانم. تفضلي أنا بعطيك. زمرد ما بدها تأكل معنا؟ زمرد مو بالبيت مرت عمي، طلعت من شوي. لوين راحت بهالطقس هاد؟ حاولت أسألها مرت عمي، قالت عم تحاسبيني على الطلعة والفوتة؟ وانت شبك غانم؟ وشك ما عم يتفسر وشارد؟ بنوب ولا شي امي، شوي تعب. وشك كمان اصفر، اذا بتحب بقيس الضغط تبعك يا اغا. لا ما في لزوم، يسلم، بس نام شوي برتاح. بس لا تهمل صحة حضرتك هيك، وعلى كلمة ما في شي وبتحسن من حالي بيزيد المرض. مزبوط حكيك يا بنتي، البني ادم بكابر كتير، بس طبعا بعد ما يمرق الوقت ما بينفع الندم أبداً. عدنان بيك كيف وضعه؟ عدنان مانو بالبيت، سافر على اسطنبول. بس كان لازم يرتاح أكتر يا خانم، طلع عنده شغل مستعجل لحتى سافر هيك؟ ايه والله هيك، طلع عنده شغل مهمة كتير وعائلية باسطنبول، فاضطر يطلع وبس يخلص منه بيرجع. مستحيل ملك، بعد كل شي عملته مشانك ما فيكي ترفضيني ابدا. تخليت عن عائلتي وعن الاغويه وعن حياتي كمان. رح حاول انسى انه هالحديث صار،
رح اعتبرك ما حكيته أبدا، وإلا ما عطلع فيك مرة تانية. أنت بتعرف شو عم تعمل وبتعرف شو عم بتساوي؟ أنت ما دخلك، أنا كمان بحبها لملك، ما حدا بيحبها قدي بنوب. الله يسلمها ليلى، كل ما كنت روح على المستشفى كانت تعمل لي قهوة، وهلأ برجع بعمل لك قهوة كمان. يسلموا يا بنتي. انتي من بيت مين بنتي؟ مو من الضيعة؟ لا مو من هون، أنا من ضيعة بعيدة، وأهلي ماتوا من زمان، أنا يتيمة. الله يرحمهم يا بنتي. وأنا هلأ عايشة هون، عم حاول أني وقف على رجلي. أكيد بيجي يوم الله بيهدي بالك وبترتاحي، ما في أي شيء بيدوم والكل بياخد نصيبه. ستي لورين، وصل المكتوب لحضرتك. مين بعته؟ ما بعرف، مو مكتوب عليه شيء. ها ها، ارتاح، عود انت أنا بقرأ. شو اللي مكتوب هون؟ خير مرت عمي. لورين خانم، انت بتعرف حكاية هابيل وقابيل ما هيك؟ أنا متأكدة حضرتك بتعرفي هي القصة كتير منيح. قابيل كان متضايق ويغار من أخوه هابيل كتير، لأنه كان أنجح وقلبه أبيض ونظيف، لهيك هجم عليه وقتله، وقلب أمه نحوة احترق، وأول وجع بالدنيا كلها كان بدموعها على ابنها اللي انقتل واللي قتلوا ابنها التاني. بس مو هاي النهاية، ولا تفكري أبداً أنه هالوجع رح يهدى. شو هالتخريف المكتوب؟ بيكون شي حدا عم يمزح، انسوا القصة. معقول يكونوا بعتوا ورانا شي حدا؟ وارد هالشي، بس لا تقلقي أنا معكم هلأ. لو بتخلص قصة هالطلاق ومنرتاح بقى. إن شاء الله منخلص. طلع فيها ما أحلاها وقديشها بريئة، والله بعمل أي شيء بالدنيا كرمال أسعدها. البحر لونه أزرق، لازم اللونه بالأزرق. أنت شفتي البحر شي من قبل؟ لا ما شفته، بس في شي ما شفناه على التلفزيون رفيف، إلا ما يجي اليوم ونشوفه على الحقيقة. زوجوكي وانتي بهذا العمر؟ ماما ما عمل شيء. لا تخافي، هذا رفيقي اللي حكيت لكم عنه باسطنبول، راح يستلم قضيتك ويطلقك. عم تلعب فيني بكل معنى الكلمة، عم تلعب بأعصابي. بس ليك ما حكيت ولا كلمة، لأنه بتعرف لو حكيت ما رح تقبض شيء. معقول تذبح الجاجة اللي بتبض لها ذهب بإيدها؟ أنا عم أدفع ثمن اللي عملته بأخي يا بهية، وقبل ما أطلع الدنيا التانية كمان، ولو ليوم واحد ما عرفت طعم الراحة. أي شبك عملت من الحبة إبة؟ من تحت راسك أنت عملت هالجريمة، أنت اللي لعبتي بعقلي وعملتي مني قاتل أخوه. لو ما أنت اقتنعت كنت بتطاوعني بشي؟
المصاري كانوا عامين عيونك، الأغوية والمال والملك كان بدك ياهم كلهم إلك، من هيك قبلت تعمل هالعملة. زمرد ما رجعت لهلأ؟ ما رجعت مرت عمي. يعني لوين بدها تكون راحت هاي؟ تفضل. شكراً لك. أستاذ فينا نقرب موعد القضية شوي؟ قد ما استعجلنا بقصة الطلاق رح يكون هالشي أحسن إلي وإلها. رح أعمل اللي بقدر عليه كرمال يتطلقوا من أول جلسة، يمكن نضطر لجمع الطرفين قدام المحكمة. زوج زهرة بيجي على الجلسة ما هيك؟ طبعاً بيجي، أنا بجيب علي بنفسي. صار لك شي؟ ممكن جيب لنا تلج؟ خلاص حبيبتي ما صار شي. لك على شو ناويين كمان أنتو اثنين؟ هلأ بتصيب. بالإذن منكم مع قلبك شر، صار لازم أمشي. خليني وصلك أول ما يتحدد موعد دعوة بخبركم. تفضل. سلامتك. علي وزهرة كمان تعبوا كتير. لا تقلق يا عزت، بما أنه كلا الطرفين بدهم طلاق القاضي كمان ما راح يطول بالقصة، أصلاً كمان عمرهم صغير، من الأول مبين أنه زواج غلطة، ما راح يعملوا مشاكل وبيطلقون. لوين راحت؟ ليش طلعت من البيت وما خبرتني؟ كيف بتعمل هيك فينا؟ ايه والله الوحدة لما بيكون عندها أولاد متعبين مثل علي وعزات ما بتعرف لوين بدها تروح بحالها، مثل زمرد هيك. لا تخافي امي، الا ما ترجع بتجي بعد شوي. ها بنت حلال والله، ليك رجعي. غلي قلبي عليك يا بنتي، خير شو صاير معك؟ رحت زرت قبر جمال، شكيت همي لتراب الطاهر مرت عمي، يمكن همومي تنزل على هالتراب ويطلع بدالهم أمل. انت سخناني بهية، ساعديها لتقوم تغير تيابها، حطيها بتختة وغطيها منيح، لازم ترتاح. أمرك أمي. يلا زمرد، يلا يلا أمي معي، يلا تعي معي، يلا تعي أختي فوتي. عزات. ألو كيفك علي؟ مشان قضية الطلاق أنت لازم تجي على اسطنبول ضروري، أنا حجزت لك تذكرة الطيارة. اتفقنا أخي؟ تمام. تمام. هيك القصة بتكون انتهت. علي جاي لهم. الحمد لله يا ربي. هلأ رح تخلصي. شكرا. زهرة يلا ضحكي شوي. يلا. رد على التليفون بقى. Thank you.
في شي مكان جاي عبالك تروحي تشوفي؟ معناتها هلا منروح على البوسفور شوي، رح ننبسط. ممتاز الفكرة. تمام. عزت ابني، عزت رح يرجع يجي، عزت ورح يصير أغا عائلة كرمان. انت هيك مفكرة؟ غانم، غانم تعا، عدنان عم يتصل. شو الموضوع؟ علي عاطي توكيل مشان الطلاق. الله يلعن هالحكي. عدنان اسمعني منيح، تعمل اي شيء وبتمنع هالطلاق هاد. والله القصة شغلتكن اكتر ما انا شغلتي. كرمال يتحقق الطلاق لازم انه علي يحضر على اسطنبول. اصحكن تتركوا علي يجي وانا راح اخذ زهرة وجيب على هرمالي. اللي قاله المحامي ريحني شوي. بعد ما نخلص من قصة الطلاق إن شاء الله كل شيء رح يرجع لطبيعته، وزهرة رح ترجع لأيامها القديمة. زهرة وإنت كمان بعد كل هالشي بتستاهلوا إنكم تكونوا سعيدين. بس زهرة ما أنا سعيدة أبدا، شو ما عملت لها ما عم بقدر خليها تضحك. انتبهت؟ مع كل المشاكل اللي صارت معها بالقصر ما شفتها هيك أبدا. ما عرفت ليش ما حبت تودي عرفيف؟ ما فهمت ليش هيك عملت. أكيد صاير معها شي بالقصر، وهذا الشي عم يخليها خايفة لحد هلأ. بس شو هو؟ ما بعرف. علي، علي وينك أنت؟ شبك؟ ليش هيك عم تعيط غانم؟ آخ مرت عمي، لا تسألي، لا تسألي على اللي وقع براسنا. هذا علي راح على اسطنبول، بعتين وراه كرمال الطلاق. جيب لي علي فورا غانم. قوام. زهرة يا روحي انت، إليك عندي خبر بيطير العقل. عندي رفيقة هون بتكون مساعدة مدير مدرسة، حكيت معها وأخذت موعد، وهلا رح نروح لهنيك ورح تشوفي مدرستك الجديدة. زهرة، مو كان حلمك تتعلمي وتصيري معلمة مثلي؟ ليش مانك مبسوطة؟ أنا ما عاد عندي أحلام بنو. فينا نرجع على البيت؟ Thank you.
أكيد بيكون رايح على المطار. لازم نمنعه لهداك الكلب. ايه علي شو عملت؟ طلعت من القصر؟ طلعت. سرقت السيارة من رستم. ايه طلعت ورايح باتجاه المطار هلا. منيح. بس تنزل اتصل فيني انا باخدك من هنيك. يلا سو على مهلك ماشي؟ تمام اخي تمام. يلا الله معك. علي طلع من القصر. طيب ماشي الحال. خلينا نبشر زهرة بهالخبر بلكي بتنبسط. ما رح تنبسط وما رح تعرف كيف تضحك. وإذا دريت إنه علي طلع ما رح يتغير شيء أكيد. كل اللي عم تعمله بتضل قاعدة كل نهار ساكتة وبتبكي بالسر. أغا هذا هو. طاع عليه الطريق لشوف وقفه. شو هالحكي؟ من السيارة ولا عمي اتركني بحالي. لا تخليني بلش فيك هلا. يلا انزل. عمي عم قلك اتركني. قدامي مشط لك شعراتك أنا؟ بعرف إنك تعذبتي كتير ومرقتي بأيام بشعة. أنا ما كنت جنبك بس بعدك يا روحي ما رح أسمح لمخلوق إنه يبكيكي أو إنه يزعلك من اليوم ورايح أبداً. صدقتيني مو هيك؟ لا ماني مصدقة. ما حتصدق حد بنوب. ما حتصدق زهرة. لو انت كمان ما صدقتي. ما صدقتي لما قالوا لك اني متت واخذوني بعيد عنك وانا باللف. ويا ريت ما كنت تخليتي عني ابدا. ليش صدقتي ابوكي بهالسرعه انت؟ ليش صدقتي اني متت؟ سرقوا مني طفولتي وكل عذابي هاد. ليش سمحتي لهم بهالشي؟ ليش سمحتي لهم؟ ويمكن لو لقيتيني ابكر بشوي ما كنت راح اعيش شي من اللي صار معي ولا اي شي. ما
زين يلا. ايه علي افندي، هون المنظر ما بيشبه منظر المضيق باسطنبول، بس يلا دبر حالك. ولك ما رح تهرب لاي مكان، احبسوا جوا لشوف. تفضل معي. خلاص يلا. خلاص فهمنا. استغفر الله العظيم. بس انا ما كنت بعرف ابدا، ابي وامي هن اللي قالوا لي انك متي، وبصراحه انا ما شكيت للحظه انهم يكونوا عم يكذبوا علي. انا مو مقتنعه بهالحكي، كنتي لازم تحسي اني عايشه وقلبك يقلك اني ماني ميته، بس انتي دغري فقدتي الامل. انتي ما راح تستوعبي هالشي هلا، بس هذا هو اللي صار معي، ولو عرفت انك عايشه صدقيني ما كنت تركتك ولا لحظه واحده. بس الله وحده اللي بيعرف قديش تعذبت وبكيت وانا عم فكر فيكي ليل نهار وما حدا حاسس فيني بهالدنيا. انا انقهرت كثير، صعب تحسي انه قطعه منك راحت وما عاد ترجع. كنت دائما اشوفك بمنامي واحكي معك، ان ردت لي الروح برجعتك. ما رح اتخلى عنك شو ما صار، ما صدقت ولقيتك مرة تانية زهرة. أنا بس بدي منك إنه نكون سوا وتسامحيني وضمك. سامحيني يا عمري، تعي لحضني. لا تبكي يا عمري، لا تبكي. عدنان اطمن، علي مشي حاله، بس انت هلأ جيب زهرة وتعال يلا عجل. ايه؟ الله لا يحرمني منك يا رب، ما رح اسمح لحدا ياخدك مني. بنم انن نردش ولا حدا ابدا. حبيبتي çok mu üzdüm yoksa seni bırakıp da gittin beni affetmedim عمي hiç kendimi benim عمي عمالكم طلعوني من هون احسن ما اعمل شي ما يعجبكن. عمي رد علي. كيف صارت زمرد قليلي؟ هلا كنت عدا وبعدها نايمه، نزلت حرارتها وصارت احسن. ايه الحمد لله منيح. ايه والله اللي مرقت فيها المسكينه مو قليل ابدا. طمنا، لقيته لعلي؟ أخذناه على الكوخ وحبسناه هنيك كمان، ما عاد بيقدر يطلع من هنيك. أصلاً علي وعزت نسي أولاد مين بيكونوا قاعدين عم بخبصوا على كيفهم، وكأنهم ما ربيوا بهالبيت ولا بيعرفوا كيف يتصرفوا حسب الأصول. إيه أبوه ما كان موجود معهم، شو بده يطلع منهم؟ وزمرد كمان دلعتهم كتير، لهيك بيعملوا اللي براسهم. أنتِ أصحك تجيبي سيرة علي قدام زمرد حتى ما تحس بشي أبداً، مشان ما تخبر عزت، اتفقنا؟ ولا يهمك مرت عمي. علي وصل ولا لسه؟ مو مبين، كان على اساس يخبرني فورا، بس عم دق له موبايله مسكر. Yeah.